ما حكم من قال أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فكر بشري؟ هذا كفر بالله عز وجل وردة عن دين الإسلام. سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست فكرا، وإنما هي وحي من الله جل وعلا. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة وحي وليست فكرا. وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.